اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران بدعم الإرهاب ورعايته في العالم وفي الشرق الأوسط. ذكرت الخارجية الأمريكية في التقرير السنوي للإرهاب لعام 2017 أن طهران مسؤولة عن تكثيف صراعات متعددة وتقويض المصالح الأمريكية في العراق وسوريا واليمن ودول أخرى. بحسب التقرير فإن أدوات إيران كالحرس الثوري وحزب الله اللبناني أسست لشبكات واسعة من أجل جمع الأموال وتمويل العمليات الإرهابية في دول المنطقة.